رجعنا لحضراتكم ومعانا الاستاذ احمد من القليوبيه. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتكم احمد عبلوك من غرب شبرا الخيمه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كل عام وحضراتكم بخير. حضرتك طيب. نقف احتراما واجلالا لحضراتكم لمجهودات حضراتكم وفريق العمل. الله يرضى عنكم. سؤال يا استاذ احمد. ونسال الله العلي القدير ان يديم عليكم السداد والتوفيق لفريق العمل. يا رب يا رب. السؤال بس. حضرتك عايز اعرف بس من منظور شرع الله عز وجل وسنه نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. بالنسبه لموضوع التفاؤل والتشاؤم. عندما اخرج الى عملي واقابل شخص ما ويحصل حاجه كويسه في الاول بنقول والله انا بتفائل بالشخص ده، ده يا ريت اقابله كل يوم. طيب. طب والعكس بيحصل؟ لا العكس ده هو المشكله بقى، ان يعني انا اشوف واحد واقول ده قفل لي اليوم. هذا سؤال. السؤال الثاني لحضرتك بالنسبه للمقابر للقبور. كتابة الأسماء بالرخام اللافتات الرخام على القبور وأيضا تزيين المقابر بالسيراميك وما إلى ذلك من أدوات. أجاوب على حضرتك. حاضر. شكرا جزيلا لك منا جزيل الشكر. الله يبارك في حضرتك وحقق طاقم. شكرا جزيلا. أول حاجة إن التفاؤل، حضرة النبي كان يتفاؤل، كان يحب التفاؤل وخاصة التفاؤل بالأسماء وبالناس. فلما في صلح الحديبية لما أرسلوا سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء إلى أسماء أفضل، فغير أسماء أولاد السيدة فاطمة إلى الحسن والحسين ومحسن. إذن حضرة النبي كان يتفاؤل، كان يحب التفاؤل. ليه التفاؤل؟ لأن التفاؤل ده جاي من عالم من السعة، جاي من كرم الله، جاي من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن التشاؤم، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشاؤم، وكان حضرة النبي يقول لا طيرة، يعني لا تشاؤم، يبقى ما فيش تشاؤم، يبقى هنا ما فيش تشاؤم والتشاؤم حرام. فلذلك الإنسان لابد أنه يبتعد عن مسألة التشاؤم. أما مسألة بقى وضع الأسماء على المقابر، يوضع الأسماء على المقابر بدون مبالغات، بدون أدنى محاولة لأن يبقى فيها تباهي أو شيء من هذا القبيل، ولكن تعليم القبر ممكن ناخده دوت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو قال علموا لي قبر اخي عثمان بن مضعون لكي ادفن اليه. فان الناس تحط ان ده قبر فلان ده ما فيهوش حاجه وليس فيه مخالفه شرعيه.